بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله هناخد درس جديد النهاردة، وهو العلاقة بين أوتار الدائرة والأبعاد، أو أوتار الدائرة ومركزها. طيب تعالى كده نشوف النظرية بتقول لك إيه في الدائرة الواحدة أو الدوائر المتطابقة. إذا كانت الأوتار متساوية فإن الأبعاد تكون متساوية. بمعنى إيه؟ يعني لو أنا عندي ألف ب وألف ج وترين بيساوي بعض، يبقى البعد ميم س بيساوي البعد ميم ص. تمام كده؟ والعكس إذا كانت الأبعاد متساوية، يعني لو أنا عندي ميم س بتساوي ميم ص، ده الأبعاد متساوية، فإن إذا الأوتار هتكون متساوية، يعني الألف ب هيساوي الجيم د. يعني أوتار متساوية يبقى الأبعاد متساوية، أو الأبعاد متساوية تبقى الأوتار متساوية، وهكذا. طب تعالى كده نشوف مسائل من النماذج. يعني مثلا في سؤال زي كده، وموجوده الامثله دي في كتاب المدرسه عموما، يعني بيقول لك هنا ايه؟ الف ب بيساوي الف ج، يعني وتر بيساوي وتر، ميم د عمودي على الف ب، وميم ه عمودي على الف ج. اثبت ان س د بتساوي ه ص. طيب انت عندك اول حاجه الف ب بيساوي الف ج، يعني اوتار متساويه، وعندك ميم د عمودي على الف ب، وميم ه عمودي على الف ج، يبقى دول اسمهم ابعاد. طيب وميم د اصلا بتساوي ميم ه عشان الابعاد متساويه. تمام، وميم س بتساوي ميم ص انصاف اقطار، فبنيجي نطرحهم من بعض هينتج ان س د هتساوي ص ه. نشوف حاجه تانية، مثال تاني اهو، بيقول لك ا ب ج مثلث مرسوم دائره الدائره م، قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، س منتصف ا ب، ب ص عمودي على ا ج. اثبت ان ميم س بتساوي ميم ص. طيب انت عندك اول حاجه قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، تمام، وعندك س منتصف ا ب، يبقى م س عمودي على ا ب. طيب في المثلث ا ب ج بقى عندك قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، يبقى انت عندك دلوقتي ا ج بيساوي ا ب اوتار متساوي، يبقى في الحاله دي م س هتساوي م ص ابعاد متساويه. طب تعال نشوف الرسمه دي، بيقول لك هنا الدائرتان م ون متقاطعتان في ا و ب، م س عمودي على ا ب، م س عمودي على ا د، وم ص عمودي على د ب. اثبت ان م س بتساوي م ص. تمام، طب ما انت عندك دلوقتي ا ب ده وتر مشترك، وم ن ده اسم خط المركزين، وانت عارف ان م ن خط المركزين بيكون عمودي على الورط على الوتر المشترك وينصفه، يعني م ن هيبقى عمودي على ا ب، وج منتصف ا ب. تمام، يبقى المثلث د ا ب متساوي الساقين، يبقى د ا هتساوي د ب، يبقى أوتار متساوية. وأنت عندك في المثلث د أ ب عندك د ج، ده محور تماثل أ ب، لأن د ج عمودي على أ ب وينصف، يبقى في الحالة دي م س بتساوي م ص. طب تعال نشوف المسألة ديت، أ ب ج مثلث فيه أ ب بيساوي أ ج، م س عمودي على ب د، م ص عمودي على ج ه. اثبت أن ب د بيساوي ج ه. طب انت عندك المثلثين م س ب و م ص ج، فيهما م ب بتساوي م ج انصاف اقطار، قياس زاويه م س ب بتساوي م ص ج بتساوي 90، قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج لان ا ب بيساوي ا ج. يبقى المثلث س م س ب بيطابق المثلث م ص ج، من التطابق ينتج ان م س بتساوي م ص. خلاص، وميم س عمودي على ب د وميم ص عمودي على ه ج، يبقى اذا ب د بتساوي ج ه. ا ب و ا ج وتران متساويان في الطول في دائره، س منتصف ا ب و ا ج على الترتيب، قياس زاويه ميم س ص 30. اثبت ان المثلث ميم س ص متساوي الساقين، والمثلث ا س ص متساوي الاضلاع. طب انت عندك س منتصف ا ب، يبقى م س عمودي على ا ب، وعندك ص منتصف ا ج، يبقى م ص عمودي على ا ج. ا ب بيساوي ا ج اوتار متساويه، يبقى م س هتساوي م ص ابعاد متساويه، يبقى المثلث م س ص متساوي الساقين. طب ما انت عندك قياس زاويه م س ص بتساوي 30، وم س ا بتساوي 90، يبقى اذا قياس زاويه ا س ص بتساوي 60 درجه. طب ا س ص ب 60، إذا قياس زاوية أ ب 60، يبقى المثلث متساوي إلى الأضلاع.